معانا دلوقتي على التليفون الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي. مساء الفل يا كابتن امير. مساء ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله يا كابتن ربنا يخليك. محمد فخري وشادي رضوان خلاص تم عرضتهم ولا لسه في عمليه مفاوضات دلوقتي؟ لا لسه. محمد فخري خلاص الامور بتنتهي بنسبه يعني 99% خلاص الموضوع بيخلص. شادي لسه موضوع يعني متاخر شويه بس يعني ربنا يسهل الموضوع يخلص على خير في الاخر يعني. يعني فخري خلاص بصفه نهائيه تم عرضه، شادي رضوان لسه في الرتوش الاخيره. بالظبط كده. كابتن امير عايز اسالك ازاي النادي الاهلي بيستفيد من الاعارات دي؟ ما شاء الله خلال السنتين اللي فاتوا في كم اعارات كتير من لعيبه النادي الاهلي واخرهم يعني شادي رضوان ومحمد فخري، الاستفاده اللي بتعود على النادي الاهلي من خلال عمليه الاعارات. بص يا كابتن طبعا هي في استفاده فنيه واستفاده ماديه للنادي. تمام. النهارده لما بنطلع لعيب زي فخري او قبل كده في الجونه كنا بنطلع اكرم توفيق واحمد ياسر ريان. تمام. كنا بنطلع عمار حمدي نادي الاتحاد. محمود الجزار في الجونه برضو. فاللعيبه دي بتطلع بعد كده بتدينا شويه اريحيه طبعا في قائمه الفرقه نفسها. كويس. بتخلي اللعيبه نفسها عندها خبره اكتر في الدوري المصري، بيحتكوا بشكل اكتر، بياخدوا دقائق لعبه اكتر في الدوري. فطبعا بتدينا فرصه ان احنا نبص عليهم بنظره كويسه، وده باين دلوقتي لما ان احنا بنتكلم من اللعيبه اللي رجع. الكابتن حفيظ كان لسه بيتكلم عليهم من اسبوع ان احنا ممكن نرجع الفترة دي ان شاء الله ناصر واكرم وصلاح محسن ومحمد شريف. فده يبين لك ان احنا بترجع اربع لعيبه يكونوا عندك لعيبه ياخدوا مكان في القايمه، يكون ليهم دور، يخشوا جوه الفرقه. فدي حاجه طبعا في الاخر تبقى بالنسبه لنا اللعيب حتى تلاقي خبرته في الدوري والكواليتي بتاعته فرقت في السنه دي. وده باين عندنا في مصر ماهر ما شاء الله الله اكبر. طبعا موسم هايل مع سموحه. تمام. فالراجل موسيماني لما بص على المعارين شاف ان اللعيبه دي هو شايف ان هي مناسبه جدا لطريقته وطلب ان هم يرجعوا بالاسم يعني. كويس. يعني موسيماني النهارده خلال الفتره اللي فاتت بيتابع محمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن واكرم توفيق وهو اللي طلب عودته مره اخرى يا كابتن امير. طلب اللعيبه لا وفي برضه انت عندك النهارده كان عمار حمدي كنا عايزين يكون معاه لكن قدرنا موقف عمار ان هو كان عايز يكون يلعب اساسي عشان الاولمبياد. مظبوط. وعندنا ممكن تكون دقايق لعب كانت مش كتير قوي ففي الاخر قدرنا رغبته وراح اعار نادي الاتحاد. عندنا احمد ياسر ريان برضه لسه الراجل كان بيبص في الاخبار ايه. لسه بنشوف احمد هيكمل معانا او هيطلع بره. احمد من المهاجمين المحترمين جدا. كويس. فهو النهارده لو في اوفر كويس ويكون مناسب ليه وللنادي بالنسبه لنا هيبقى ممكن نتكلم معاه فيه. لو هو ما فيش حاجه مناسبه واحنا فنيا محتاجينه هيكون معانا السنه الجايه ان شاء الله. يعني لسه فرص احمد ياسر ريان قائمه انه ما شاء الله خلال السنتين اللي فاتوا مع نادي الجونه بيأدي اداء رائع وكمان مع المنتخب الاولمبي فلسه ما زالت فرص احمد ياسر ريان قائمه انه ممكن يرجع مره ثانيه. دي حاجه والحاجه الثانيه برضو يا كابتن اسامه احنا دايما بنبص بعين الاعتبار دايما لعيبتنا مش عايزين نبقى برضو مكحفين معاهم يعني في لعيبه عندنا النهارده فنيا احنا شايفين ان هم النادي الاهلي محتاجهم. تمام. وفي نفس الوقت برضو دلوقتي لعيبه المنتخب الاولمبي بالذات بنتعامل معاهم بالمنطلق ان هم عندهم اولمبياد كمان سنه عايزين يشاركوا اكتر وطبعا المشاركه بالنسبه لهم حلم اي لعيب فيهم عايز يلعب في المنتخب الاولمبي الفتره الجايه. وطبعا كانت فيها غريب بعد طبقا لكلام اللعيبه عنده شرط ان اي حد يكون موجود لازم يكون اساسي في فرقته. مظبوط. تمام. فاحنا دي برضو بنحطها في الاعتبار شويه عشان في الاخر برضو اللعيبه تكون مستريحه ونفسيا حاسين يعرفوا يقدموا بشكل كويس. طيب عايز اسالك عن اثنين برضو من يعني خارجين من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، كريم يحيى تم عرضه برضه للاتحاد السكندري ومحمد عبد المنعم ما شاء الله برضه مع يعني اول موسم تم عرضه الموسم اللي فات لنادي سموحه برضه بيأدي اداء رائع. كريم يحيى كان مع سموحه سنه ونص. ظهر بشكل محترم جدا. ده اللي خلى نادي الاتحاد كان عنده عرضين نادي الاتحاد واحد لما في الدوري برضه كان عايزين يكون موجود معاهم هو اختار نادي الاتحاد وحب يكون موجود معاهم الفتره الجايه. كريم انا شايف ان من كريم من اللعيبه كويسين جدا هو بيلعب باكرات وبيلعب مساك. من اللعيبه اللي ليهم مستقبل كويس جدا في النادي الاهلي ان شاء الله لما يرجع بعد كده بعد فتره سنه او سنتين من دلوقتي ان شاء الله. نفس الكلام برضو عبد المنعم كان راح اعاره سنه ونص لسموحه. كان نص موسم خلص الاولاني. لسه دلوقتي احنا بنقيم هيكمل الموسم الثاني في سموحه ولا يرجع النادي الاهلي. دي حاجه تقييم فني للمدير الفني للجهاز الفني. فاول ما يبلغنا بالرؤيه النهائيه بتاعته ان شاء الله احنا نشتغل ان هو يطلع في سموحه او يرجع معانا الفرقه. يعني كل الملفات مفتوحه دلوقتي امام موسيماني ولجنه التخطيط.
ان شاء الله بعد النهائي الافريقي كل الامور دي تحسم يا كابتن امير. الفتره القادمه ان شاء الله كل حاجه تبقى زي الفل كويس يعني. طيب عايز اسالك عن صفقه يعني كابتن امير يعني خلصها خلال الفتره اللي فاتت، انضم لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي احمد عبد القادر. احمد عبد القادر من اللعيبه الموهوبه فعلا، يعني طلع فتره نادي سبارتا براج وخد خبراته ورجع مره ثانيه. احمد عبد القادر من اللعيبه اللي انا يعني شايف لهم ما شاء الله مستقبل محترم في الكره المصريه. لعيب ما شاء الله عنده قوه، مهاره، سرعه، ذكاء في الملعب كبير جدا. السنتين اللي هو سافر فيهم في اوروبا فادوه بشكل كبير قوي. حتى لما تقعد تتكلم معاه تلاقي ان هو لا واحد لا عنده بيعرف يتكلم ازاي وبيعرف يحضر لمستقبله ازاي ويبني اسم كويس في الكره المصريه ازاي. فاحمد دلوقتي احنا كنا لسه بنتكلم معاه ان هو مع الفريق الاول دلوقتي. تمام. برضو احمد ممكن ان احنا ممكن في الاخر نبقى يكمل الفريق الاول مع المدير الفني. ممكن لو هو حابب ان هو ممكن يكون يطلع برضو اعاره لاحد الانديه، عنده هو عارتين دلوقتي الانديه دي تاخده اعاره الفتره الجايه. سنه ان هو ياخد برضو دقائق لعب كتير بعد كده يرجع لنا بعد كده ان شاء الله. فاحمد من اللعيبه اللي انا شايف لهم ان شاء الله ان هم هيفرقوا معانا جدا السنين الجايه مع النادي الاهلي. وانا اضم صوتي لصوتك، احمد عبد القادر موهبه لو خدت فرصه مع الفريق الاول ان شاء الله يقدر يثبت نفسه. الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات وتسويب النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. كده يعني الكابتن امير توفيق وضح كل الامور بالنسبه للاعبين المعارين، وزي ما قال ان الاعارات حاجه مهمه جدا للنادي الاهلي، حاجه مهمه فنيا وكمان تسويقيا.